ليلة طويلة وصاخبة في مقر المجلس الدستوري في نواكشوط. الرئيس السابق محمد العبد العزيز وصل المقر دقائق قبل نهاية الأجل القانوني لإيداع ملفات الترشح في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد حصوله على إذن قضائي بالخروج مؤقتا من السجن لتقديم ملفه. والعبد العزيز استلم وصلا مؤقتا للترشح، لكن قوات الأمن منعته من التصريح للصحفيين عقب إيداع ملفه، وهو ما اعتبره أنصاره عسكرة لمقر أعلى هيئة دستورية وإشارة إلى نية السلطة رفض ترشحه. الملف راهو بقى عنده يغير، واضح على أنه مسلوب من القرار ولا عنده قرار، وذاك اللي له يقولوا له الصنادرة هو اللي يعد ذوك الصنادرة اللي مشيهم تعرفوه. إذن أعلن اللي عندكم إلا أنكم الليلة أجهروا قبر للديمقراطية ما أتلعت خالي. النائب البرلماني برام العبيد الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بنسبة 20% من إجمالي الأصوات قدم ملفه قبل الرئيس السابق بقليل، ووعد بالتغيير وتوعد النظام الحاكم بهزيمة قاسية، وانتقد ما وصفه بتعمد النظام إقصاء مرشحين آخرين لمصلحة الرئيس المنتهية ولايته. أنا نشوف عنده مختل الترشحات بصفة هذه مختلة، ما يلا تعود بصفة هذه، ونشوف عن يا الله الموريتان تعدل تصويت ضد هذا العمل اللي عدل تصويت مع الديمقراطية، تصويت عقابي ضد هذا ترميم تصويت اللي عدل. استلم المجلس الدستوري ملفات 8 مرشحين للرئاسيات سيبت فيها خلال أسبوعين ويفتح الباب للطعون قبل إعلان اللائحة النهائية للمرشحين المتنافسين في انتخابات 29 يونيو القادم. إبراهيم مصطفى، العربية، نواكشوط.